السلام عليكم شباب، شوفكم شلون صحتكم. اليوم جبت لكم برنامج تعديل فيديوهات وبي كل شيء مجاني، قص انترات وبي كل شيء. السلام عليكم شباب، شوفكم شلون صحتكم. اليوم جبت لكم اليوم ارقى برنامج تعديل في الفيديوهات، والبرنامج هذا البرنامج البرنامج هذا البرنامج هذا البرنامج تعديل فيديوهات حتى إضافة إلى البرنامج تصوير برنامج مهكر فيلم فيلم ماكير. هذا أرقى برنامج هو طبعا عندي، ولاحظوا شو راح أشتغل بيه، وبي أنا تروات وبي فيديوهات ومقاطع نغمات في هذا. هنا أنا أقول لك هنا هذا هنا مقطع تعليمي، عنوانه هذا تعليمي. هنا أنا السوق مجاني، كل شيء مجاني. وهذا من أنا أضيف أضيف المقطع اللي تريده. أنا هذا سويته قبل شوية سويت هذا، في كل شيء حلو، حتى تقدر تصور وتشتغل تعدل كل شيء تقدر تسويه. هذا البرنامج موجود البرنامج اللي راح اجيبه. هابي مود هذا برنامج ينطيك اي برنامج مهكر، يعني ممكن تروح للسوق وتدفع لك كارت جوجل، او تدفع لك من بطاقة ائتمان 10 دولارات او 20 دولار او 50 دولار على مود تطلع الميزات اللي بيه. لا، هذا برنامج توب، برنامج هسه اطلعت عليه وبحثت ولقيته، برنامج يسوي لك تروات تيجي على هذا. شو تريد تضيف؟ تضيف من هنا هاي فيديوهات، شنو اللي تريده؟ إذا فيديو هذا هنا يقول لك انت اللي جوا، تقدر تضيف من هنا أي فيديو تريد. هاي لقطة الشاشة من هنا سوق مثلا تريد تطلع انتروات، من هنا اللايك، من هنا الاشتراك.
كل جي بي، كل جي بي انا تروي، هذا الامين تروي موجود، هذا الامين تروي كل جي بي بي حتى صور حلوة بي. كل شي بي راح اخليكم الرابط السوق المهكر بالوصف، وراح اخليكم مقطع فيديو جديد. انا هسه حاليا راح احاول اسوي مقطع فيديو فيه، هذا كذا الصورة موجهة. كيفك شو تريد تسوي بيها؟ تسوي كافة الحركات وكافة بس انا ما راح اسوي مقطع هسه، راح اكمل هذا المقطع وانشر لكم اياه. هذا المقطع هذا هسه البرنامج، بس انا راح امسح هذا بيه كل شيء، بس راح اسوي لكم شنو البي هو البرنامج. هذا انترو راح اروح نخلي هذا الانترو، هذا بي الانترو لحد انت تنتظر يحمل، دائما يحمل لحد 1080 دقة، هذه 1080 انت براحتك شلون الانترنت عندك، شلون الجهاز عندك، تقدر تنزله حسب ما تريد، وحتى يستقبل فيديوهات ما يقارب 4K، ويمكن يمكن 8K. او 9K، 8K او 4K بالنسبة للفيديوهات. انتظر يحمل هذا هسه، من راح يحمل راح هسه حمل، يجي نضغط عليه صار عندنا هذا الانترو، يصير 4K هنا. أنا هذا اذا تجي هذا الانترو اللي هو تقريبا ثواني، شو تريد تعدل عليه؟ تريد تعدل عليه مثلا تخلي له نغمة، تريد تخلي له نغمة مثلا، أي نغمة من النغمات موجودة. هسه إذا تجي تريد تسمع هذه راح تنزلها من هنا، هذا البرنامج روعة. أنا طبعا يعني طلعت عليها من سوق هابي مود، هابي مود طبعا اكثر الشغلات مهكريها، يعني مقابل ما تشتري اكو برنامج يعطيك اياه محدود يعطيك اياه شغلات قليلة، هذا البرنامج يعطيك اياه على برنامج كلش حلو. بس هذا اللايت او اي لايت تقدر تسوي من هنا، تكتب مرحبا شباب متابعين، مرحبا متابعين، من تجي عندك كافة الخطوط او كافة الخطوط هذين تنزلهن، يصير عندك موجودات البرامج
بالبرنامج نفسه، العفو، اي منهن، اي منهن تنزلهن وتطبق عليهن راح يطبق عليهن، وراح يصير عندك شو اسمه الخط حلو هذا المزخرف. كل شيء الشيء اللي تعتازه او الشيء اللي يسوي جمالية للمقطع موجود. لون كل شيء اللي شنو اللي تريده. هذه كلها هذه تقدر تعدل عليهم، تقدر تلون هذا اللون. برنامج روعة، روعة جدا روعة. برنامج شنو اللي تريد تخلي بيه، حتى تقدر تسجل صوت. مثلا سجل صوت هسه، انتظر يعد لك هذا. السلام عليكم شباب، اليوم حكيلكم هذا الشرح لهذا البرنامج. السلام عليكم. هذا خليت نجي على مؤثرات. إذا تريد تخلي مثلا مقطع فيديو هذا، أو تخلي هاي العلامة، هاي شوف هاي العلامة المائية، دائما ما بي هذا العلامة المائية. أما تريد تخلي صورة، مثلا تريد تخلي صورة هذه، تريد تخلي أي شيء تقدر تخليه، من هنا تقدر تلونها، من هنا تقدر أرجع على الصوت، أرجع على الصوت اللي خليته بالساء، على الصوت اللي خليته أقدر أمثل نفس الصوت مالته. هذا تقدر تلون الخط، وتقدر تركبه، تقدر تسويه بأي طريقة عندك. هذا الصوت هسه، هذه بالنسبة لل اسمه تقدر تنسيها، موجودة كلها موجودة اسمه فيها. كل شيء موجود فيه، كل شيء موجود فيه. هسه هذا الصوت تقدر من هنا تنتهي، ترجع لي ورا، خليه 20% على مود يصير صوت واضح، صوت خفيف. هذه ذاك الصوت اللي نزلته هم نفس الحالة، صوتك انت من السجلة، من تجي على التسجيل، تقدر نفس الحالة، تقدر تشتغل عليها، تقدر تسويه يعني صوت. هسه هذا صوت، نفس الحالة تقدر من هنا
تنزل أو الصعدة تعليه لحد 200%. طبعا شبشتها يعني شوية، أريد بس أعطيكم نبذة عن التطبيق، يعني تطبيق كلش حلو، وتطبيق إذا أريد أشتغل به هو راح يعطيك مدة وقت، لأنه تطبيق فيه شغلات هواية بيه وتقدر تستفاد منه، تقدر كل شيء تسوي بيه. هذا كله التطبيق كله يعني هذا. بعدين تقدر تضيف المقاطع الفيديو من هنا، راح أسوي لك إضافة لمقاطع الفيديو، تقدر تضيف مثلا مقطع منه، وهذا المقطع رجوع، تقدر تضيف هذا المقطع وهذه الصورة، وهذه الصورة مثلا وهذه، تسوي مقطع يصير عندك مقطع كبير. السلام عليكم شباب، اليوم جبت لكم راح انزل الصوت مالته، الصوت مثل هذا، نجي نزلنا الصوت إلى 5%، هذا انتهينا. نجي على السلام عليكم شباب، شوفكم شلون صحتكم، اليوم جبت لكم برنامج جينا في جوجل اوديو، هذا الاوديو اقدر اقوي الصوت الى 200. السلام عليكم شباب، السلام عليكم شباب، كلش حلو. وبالنسبة للبرنامج واي برامج راح انزله راح اخليكم اياه بالوصف، راح اخليه بالوصف، وراح اخلي لكم رابط الهابي مود بالوصف. لا تنسون الاشتراك واللايك والتعليق المناسب، واللي تردوه انتو انا راح اسوي لكم اياه. وهذا المقطع للمتابعين الحين. واخوان انا ما انسى اللي قلته، بس لكنه انا ما ذاك على قناتي حتى احقق الربح وأسعي التوفيق من الله. إذا الله سبحانه وتعالى وفقني راح أساعد الناس وما أنسى فضلهم،
راح أساعد حتى اللي ما عنده فضل علي. أخوان ما أنكر الجميل، أنا بالنسبة لي أحب أساعد الناس إذا الله سبحانه وتعالى وفقني على المساعدة. أنا بالنسبة لي أقول وما توفيقي إلا بالله. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله يفيدكم هذا المقطع، وإن شاء الله ما أنساكم بأي شيء، وأي شيء تحتاجون إن شاء الله راح ألبيكم الطلب حسب حاجتكم وحسب مقدوري إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحفظ قبل ما تروحون، شوف الفور كي عندي والفول اتش جي، هذا اللو كواليتي فول اتش جي، وراح يحفظ قبل ما تروحون، وهذا راح يظل يستمر على الى ان يخلص العد مالته او يكمل المقطع. والسلام عليكم ورحمة الله، وراح انشر لكم يا هذا المقطع حتى تشوفوه شلون حلو. مع ألف سلامة.